رائع في قاع الهامور. واو، 20 دقيقة في الحمام أعتقد كافية. يوم آخر، يوم آخر. شكرا لانتظارك لي يا شفيق. لم أكن أنتظر. كنت متسرعا، كنت أنسى سروالي. نعم رأيت هذا. كنت مذعورا، أعني لا أصدق أننا متأخران عن العمل يا شفيق. هل أنت مذعور لأنك متأخر يا شفيق؟ تأخير، سنصل قبل الموعد بربع ساعة. أعرف، فقط مبكرون ربع ساعة، فلنسلك طريقة مختصرة. شفيق ماذا تفعل؟ نقطة، لا أعرف ما الذي أقوله. فراولة. ديك. لا، مبكرون 14 دقيقة. لابد أن هناك طريقا مختصرا. لآخر مرة، الخط المستقيم، النقطة إيه، لا يوجد طريق مختصر. يوجد دائما طريق مختصر، وكل رؤيتك عندما تصل وأكون هناك. هذا هو الوجه، هذه هي النظرة. أولا نقوم بزيك، ثم نفعل زاك، هكذا نجد الطريق المختصر. نزحف تحت السياج، نكافح خلال الشجر، وهكذا سوف نجد الطريق المختصر. ها؟ خط مستقيم، النقطة إيه؟ القاعدة الأولى في التدريب البري، رسم خريطة وأخذ ملاحظات عن المعالم الرئيسية. تقصد معالم رئيسية. أها، تماما عند هذه الصدفة الكبيرة، عند تلك الأريكة المهملة، ثم عند صنبور الحريق. ألا تلك بوتشينو؟ شكرا، لدي واحدة. ممتاز، لا عملاء، لا سبونج بوب. عامل متكاسل، أنت قضية خاسرة. مقرمشات سلطة؟ هل هذا اسم المطعم؟ لا، إنه تايبو. هل يمكن؟ حسناً، دعني أرى. جئت من... لا، أنا جئت... أنا ضاء. هذه إحدى علاماتي، صنبور الحريق المكسور. مرحباً يا صنبور، سأسميك ساني. ساني صنبور الحريق. الكثير من صنابير الحريق هنا، ماذا أفعل الآن يا صاني؟ لو فقط بدون حماس. أنا يا شفيق سبونج بوب، أتصل من هاتف بالعملة. لا تقل هذا، كيف هو طريقك المختصر؟ ليس جيدا، قمت بانعطاف خاطئ عند الأريكة، وجدت الكثير من صنابير الحريق، ماذا أفعل؟ إذا أردت استمرار المكالمة من فضلك ضع عملة أخرى. ليس لدي عملة أخرى يا سيدتي، أخبريني أين أنا. إذا أردت أن تعرف رجاء ضع عملة أخرى. انتظري. ما أعرف أن هذه الصورة العملاقة ليست جيدة لي، لكنها تعطيني الدفعة لبدء يوم المشحون كسائق عربة. تقود عربة؟ نعم يا سيدي. تريد أن أوصلك؟ نعم، إلى مقرمشات سلطة بسرعة. أحسنت يا سكوت. نعم، أدخر تقريبا ما يكفي للالتحاق بالكلية. أنا عطف يمينا عند أنابيب الصرف. الوجه أولا في هذا الوحل فوق كومة الكمامة، السقوط من فوق جبل الزجاج، فوق الأسلاك الشائكة الحادة المظلمة، فوق التل العملاق، أيضا. لكن أكثر ما اشتقت إليه رجل الاختناق. بسيط، كيف وصلت هنا؟ كما أفعل دائما، أوصلني سكوت بعربته. شفيق، هل تصدق أني نجحت؟
أهنئك يا صديقي. ماذا تفعل يا فتى؟ أنت تخيف. هل المكان مفتوح؟ أنا معي كوبونات، اشتري واحدا وخذ الآخر. لا لا، مكتوب اشتري واحدا وخذ الآخر مثله. لقد أسأت الفهم.